عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي داري مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، بصحه جيده. مبروك عليكم هاد العواشر ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله، بطول العمر، بمغفره الذنوب ان شاء الله لينا كاملين ان شاء الله باذن الله. صافا لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ ايوا الحمد لله كلشي مزيان، انا الحمد لله بخير. شويه ديال لافاتيك، راه كلشي دابا اللي هضرتي معايا يقول لك لافاتيك. سي نورمال، سي نورمال، كنوقفوا اكثر من جهدنا وحنا اللي كنديروها لراسنا. قول لي حنا اللي كنديروا راسنا، حنا اللي كنبغوا نقلبوا على الشهيوات. دير هادي، دير هادي، من هادي. كتقولي انا بعد خطرات كنعس وكنفيق وكنقول صافي اليوم، صافي مي كنعيا كنقول صافي غدا ما غنديرش، غنقضي باش ما كاين، ولا غدا كنفيق صافي كبحال لما ما قلت والو. ايوا واش غنديروا؟ الحمد لله صافي هادشي اللي كاين. دونك حبيبتي اليوم خرجت باش ندير دي كورس، باش ناخذ الشهيده، وبغيت نشارك معكم واحد المحل اللي تبارك الله عجبني فيه داكشي الحويجات ديال الدراري الصغار. وعرفت بان هذه مناسبه ديال العيد، لان نتوما تتقلبوا على الحويجات، تتقلبوا على شي حاجه اللي زعما الثمن مرفوق، لي بري ديالها تري ريزونابل. الحويجات كيحمقوا، الحويجات من اوروبا زوينين، عرفتي داكشي كيحمق وخساره. ما لقيتش قد شهد شي كسيوات، شنقول لكم هانتوما غتشوفوا معايا لا فيديو، داكشي كيحمق، صورت لكم داكشي كيحمق عندها، ولي بخي زوينين. والسيده الله يعمر لها الدار، سيده مراه طيبه، زعما مي كتلقى مع الناس زوينه كتفرحي. والله انا بعدا شخصيا والله مي كنتلقى مع الناس زوينه والناس طيبه كنفرح، الحمد لله. والحمد لله الله يلاقينا مع حسبنا، هذا هو الدعاء ديالي اللي كندعي. دونك كيف ما قلت لكم حويجات تيحمقوا الكساوي، سورتو لي في، حتى الوليدات كاين داكشي كيحمق لي كولور وداكشي، مي لي في انا بعدا كنمشيو لي في، داكشي الحويجات كيحمقوا. قلت لها، قلت لها ديك السيده، قلت لها ما كرهتش كون كنت صغيره نرجع نلبس هادشي. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك داكشي زوين، وانا خديت الشهيده شي حاجه ان شاء الله، مي غندخلها نشارك معكم شنو خديت ليها، وغنشارك معكم ان شاء الله المحل. حاجه اخرى بغيت نقول لكم، غنشارك معكم ان شاء الله الطويجنات اللي كانوا عاجبينكم ان شاء الله لقيتهم لكم. دونك الطويجنات لقيتهم لكم اللي كنتو كتسولوني كنحط دائما، كاينين. انا غنوريكم مين شريتهم ان شاء الله، تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله، مي غندخل نوريكم مشتريات. واش يشري حوايج العيد شي يشري الموعن. شوفوا راه شحال هادي اختكم ما شرات شي حاجه، راكم عارفين شحال هادي بيني وبين الشرا، راه درت عقلي هاد الايامات. ولكن دابا وان شاء الله غادي الناس اللي كيصيفطوا لي في انستغرام ولا في الخاص، راه ان شاء الله غنشارك معكم سيجور، راه قريبه قريبه نكمل ان شاء الله. داكشي غزال غيعجبكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كنتمنى يعجبكم الذوق ديالي. المهم انا بعدا شخصيا عجبني، الوالده عجبها، راجلي وليداتي الحمد لله. ايوا هذا مكان. دونك ان شاء الله غادي ندخل الدار نشارك معكم المشتريات اللي خديت انا، ونشارك معكم الشهيده، وهذا مكان. دونك خليكم معايا اللي انتريسي بهذا لا فيديو ان شاء الله، خليكم معايا ما تمشيو فين. دونك حبيباتي الدخله ديال الزنقه اللي فيها الكراج ديال لي توين، غتلقاو هنا اسباس انفون وموائل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نصور لكم هنا لا فيترين، داكشي كيحمق، كاين الوليدات كاين البنيتات، انا حمقوني البنيتات سطاوني. الكسيوات وحده كتهبل الاخرى كيف ما شفتوا معايا، عندها الحوايج ديال الدراري الصغار، عندها الحوايج من يعني من الزياده، لي بوسيت، كلشي 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 عندها تبارك الله، داكشي كيحمق. حتى جوكخوا عندها حتى 16 عام ولا مع 14 عام، جوكخوا 14 عام. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا اللوينات واللي تيشيرت، داكشي زعما حاجه كتحنتك في الاخرى. انا المهم صراحه حاجه مي كتعجبني، وبصراحه كنقولها وكنحاول الانسان باش يستافد، سورتو دابا هاد المناسبه ديال العيد كلشي غادي يقلب على الحويجات. دونك انا جبت لكم محل زوين، سورتو الحويجات من اوروبا اللي لا كاليتي زوينه، اللوينات كتلقاهم ما كاينينش، الحوايج ما كتلقاهم ما دايرينش صراحه. شوفوا هادي، شوفوا هادي شحال كتحمق، شوفوا هاديك السيوه هادي. كتحمق بالجيلي ديالها، شنو نقول لكم؟ انا راه اختكم راك عارفيني حمقه بهذا الشيء، حمقه لا بمعنات ولا حويجات ولا كلشي كيحمقني. اللوينات كيحمقوا، كيهبلوا الصفر، اي لون، اي يعني هكا مناسبات هكا في العيد، عندكم مثلا وليداتكم شي فات ولا شي حاجه كتعرفوا ما كتكون في المدرسه، شي عرس معروضين هكا في لافامي، شي عيد ميلاد انيفيرسير، اي حاجه اي حاجه تلقاوها هنايا ان شاء الله. ماشي غير هذا الشيء، كاين حتى السبيطات، كاين سبرديلات، كاين دي دومي تالون بوغ زعما في لي في، داكشي كيحمق زعما صراحه.
حاولت ان شاء الله نشارك معكم هذا المحل، كنتمنى تبارطاجيو باش الفائده تعم العائله ديالكم، الحباب ديالكم، الاصدقاء ديالكم، باش كلشي يعرف هذا المحل وهذا مكان. دونك غادي نخليكم مع صور. دونك حبيباتي كيف ما كتعرفوا، ملي كنبغيو نمشيو شي محل ما كنكرهوش ناخذوا كل شيء في دقه واحده، بلا ما نبقاو ندورو ونبقاو راكم عارفين، سورتو مع الوليدات الصغار، سورتو ملي كديو معاكم باش يقيسوا داكشي راه تيحمقكم. انا عارفه دايزه من هادشي وعارفه. دونك هاد المحل راه فيه كل شيء، هاد لابارتي تبارك الله ديال الوليدات، الشورطات وداكشي زوين زعما، اللوينات كل شيء غزال، حتى الوليدات راه عندهم حقهم انتما، شوفوا الجيلي والصفر داكشي كيحمق كيحمق. لي كوستيم بحال دابا هكذا كتكون مناسبات عيد ميلاد، كتكون مثلا في لفيت ديال المدرسه ولا شي حاجه كتحتاجو. المهم المحل انا بالي فيه كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا ديك الصبيطات ديال لفيت هما ديال البنيتات، عطيه البنات هاد الكسوه شحال حمقاتني وخساره ما لقيتش قد شاد، حمقاتني بزاف بزاف بزاف. المهم كل شيء غيعجبكم، كل شيء غزال، انا متاكده. كتبوا لي في كومونتير قولوا لي شنو رايكم. غادي نخلي لكم النمره ديال المحل في الباغ دانفو، والنعت راني نعت لكم هذاك شارع الزرقطوني في التوين، فين كاينه بلاصه الكراج ديال التوين، كتدخلوا معها تو دغوا راه كتلقاوها على يدكم اليمين، راه معروفه زعما شي حاجه اللي معروفه. حبيباتي هاد لابارتي ديال الوليدات لي صغيورين جو كوا غادي يكون عام عامين 3 سنين بحال هكداك، هاد لابارتي ديال الوليدات صغيورين اللوينات هما كيف ما شفتو كيحمقو. انا كنبغي الوليدات هانتوما لي سبا وداكشي زعما تخرجو هانين، ما عندكوش تبقى تقلبو هنا وهنا كيعجبوني الوليدات اللي كيلبسو اللوينات، ما كنبغيش هذاك الوليدات اللي كيلبسو مثلا قهوي ولا الزرق ولا صافي صافي، لا علاش الوليد لبسوه لورانج، لبسو عطا الله البلون كاسي، عطا الله لي كولا. المهم هادي فكرة ديالي. هنا بلاصة ديال الاسباس بيبي، يعني هنا كيف ما كتشوفوا هاد الكونات وهاد الناموسيات وعندها كلشي كلشي، اي حاجة تحتاجوها البيبي غادي تلقاوها ان شاء الله هنايا. كنتمنى هاد لادغيس اللي عطيتكم تكون فاتكم. ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش باش الفائده تعم. الى عجبكم المحل كتبوا لي ميساج وديروا لايك باش نعرف بان لا فيديو عجبتكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا بهاد المناسبه العيد وهذا مكان. دونك غنخليكم مع صور. دونك حبيباتي غنشارك معكم الطواجين اللي كنعجبكم بزاف، كنعجبكم. المهم لقيتهم، خديت واحد، انا ما بغيتش ناخذ الكبير كيف ما شفتوا، خديت هذا الصغير، قلت من بعد ان شاء الله نزيد واحد اخر صغير، هادشي لا بقاو ولا زعما باش ما نكثرش عليا، خليت هذا الكبير ديالي وخليت هذاك الصغير ديالي وزدت واحد صغير باش مين بغي ندير بحال دابا مثلا هكا شي حاجه كتكون مثلا عندك شي حد ولا شي حاجه وبغيتي ولا تشهيتي واخا ديري شي كميه قليله، راه يمكن لك مثلا طيبي مثلا كفيته كبيده شي مخ مشرمل شي حاجه مشرمله انت مثلا فول، ماشي ضروري انه يكون اللحم ولا يكون شي حاجه، المهم تكون شي حاجه هكا مشرمله ويمكن لك تحطيهم حتى شي نهار ان شاء الله ونشاركوا معكم ندير شي طبيله هكا.
مشاركه معكم. هذا ما كان دونك خديت ليهم هاد لي سوبور لي سوبور او ميم طون كي شوفيو هنايا كديروا شميعه ها هي كديروا شميعه وصافي وكيبقاو سخيخنين بحال هادوك اللي عندي لونسومبل. دونك كملت ليهم دابا خديت هادو في ارجونتي حيت هاد الطويجنات عندي في ارجونتي. صافي كديروا شميعه كديروا هذا وكتخليوا الحاجه كتبقى سخيخنه ما فهمتي راكم عارفين ملي كيكون عندكم هكا شي حد ولا انت كتكوني كتوجدي اصلا الطبله كتبغي الطبله تكون تبقى لك كتوجدي على تيسان وتجلسي ماشي حتى لديك الدقه يعني كيبقى داك التسخان كيبقى خص كلشي تحت سخون كلشي هذا. دونك هذه فكره زوينه. المهم انا كنعطيكم غير افكار وصافي هادشي اللي كاين. دونك خديت له هادو خديتهم من كوان دو شين هادو بثلاثه خديتهم من كوان دو شين وكاينين وحدين في الدوغي بحال دابا الناس اللي عندهم مثلا هكا طويجنات في الدوغي وداكشي يمكن لهم يستعملوهم. كاينين في الدوغي كاينين واحد الشكيل زويون كيتحطوا فيهم لي زاسيات كيتحطوا فيهم هادو راه يمكن لكم تحطوا فيهم الطاجين يمكن لكم تحطوا فيهم مثلا طاجين غراتان شي حاجه ديال الغراتان ولا شي حاجه لي زاسيات شي حاجه دخلتوها الفران في شي اسيات ولا شي حاجه ديال البورسلين اللي كتدخل الفران يمكن لكم تحطوها هكا كتبقى حاجه سخيخنه. وهذا ما كان ضروري ان شاء الله غادي نشارك معكم ان شاء الله شنو درت سالامونجي. المهم حولت انا نتوما كتلاحظوا بانني حولت داكشي كلشي ان شاء الله ضروري غادي نصور معكم. وهذا ما كان دونك البنات طويجنات راهم كاينين ها هما ها لا مارك ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا وفنين وعمليين وزوينين. هو لو ريسك ديالهم هو داك الغطايه كتولي خايفه عليها. ها هي لا مارك ديالهم كيف ما كتشوفوا عندي كيف ما قلت لكم لو ريسك هو انك كتبقاي خايفه على داك اللي سميتو دابا اللي غسل الطاجين كنقولوا عندك هذا هو المشكل. ايوا صافي هذا اللي كاين. دونك كنتمنى هاد الطويجنات يكونوا عجبوكم. غادي ندوز باش نشارك معكم الحويجات ديال شهيده. دونك حبيباتي غادي نشارك معكم اللبسات اللي خديت من عند اسباس انفون يا ام وليد. دونك غادي نحاول نحطها بحال هكذا ها هي اللبسه الاولى كاينه الشميشه كتجي هكذا بونطالون طويل كيجي لارج كيف ما كتشوفوا معايا. هادي اللبسه الاولى هادي اون بلو وهادي اللبسه الثانيه ما لقيتش لاج ديالها تبارك الله هي راكم عارفين شهيده فخره. ايوا هذا ما كان. دونك هادي المناسبات لفات هكذا كتجي بحال هكذا هادي على مارك لا مارك زارا وفيها هنايا هاد الكتيف وهكذا وكتبري وكلوش هابطه راه باقي ما وريتهمش ليها. ايوا دونك كانت هذه هي اللبسه. دونك حبيباتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا لي بون زادريس لي بون بلان كنتمنى تكونوا توانستوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو تكون عجباتكم. الى عجباتكم ما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش تكتبوا لي التعليق الكلمات ديالكم الزوينه الدعوات ديالكم الزوينه وهلا يخطيكم عليا. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.